ينضم إلينا إذا محمد المولود رمضان الناطق الرسمي باسم الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد. نبدأ معك السيد المولود هذا الحوار ونحاول أن نفهم ما يجري الآن، ولكن قبل كل ذلك كانت هناك أنباء في الساعات الأخيرة عن ضربات جديدة وجهت من قبل الجيش المالي بمساعدة فاغنر اليوم على مناطق جديدة في إقليم أزواد، هل تؤكدون هذه المعلومات؟ مساء الخير وأشكركم لإتاحة الفرصة واهتمامكم بالوضع في إقليم أزواد والمجازر التي ترتكب على يد مجرمي فاغنر والذين أتوا بهم من انقلابيين في بوماكو وبوركينا فاسو. نعم، يعني كل الضربات التي تسمعون بها يعني في إقليم أزواد عن طريق مسيرات تركية تباع لهذه المجرمين هي يعني أهدافهم مدنيين، إما رعاة إما تجار في محلاتهم أم 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 أو عائلات في البدو. نعم، مؤكد أن كان في ضربة هذا اليوم أيضا لبعض الذين ينقلون بضائع وتجارة من حدود الجزائر إلى مدينة جاو، مثل ما كان في الأمس يعني ضربة صيدلية في طنزاواتا. نعم، مؤكد هذا الخبر. عن أي ضربة تتحدث؟ لأننا كنا تابعنا بعض المعلومات في مواقع تهتم بالشأن الأمني في الساحل الإفريقي تقول إن ضربة أصابت مدنيين أو قتلت 6 مدنيين في قرية تلابيت هي 40 كيلومتر بعيدة عن كيدال. كيدال هي عاصمة إقليم أزواد. هل هذه الضربة التي تتحدثون عنها أيضا؟ نعم، نفس الضربة. نعم، عدد من قتلوا فيها؟ يذكر 6 إلى 7 أشخاص تم قتلهم يعني، وهم من المدنيين فقط أم من المقاتلين الأزواديين؟ على الجيش المالي أو على أي استراتيجي عسكري يعلم أننا نحن في حالة حرب وإن السماء مملئة من درونات وفاغنر، يعني من الصعب أن يكون استهدافنا سهل بهذه الكيفية. نحن أبناء هذه الأرض ونعرف كيف نتكيف معها، وكل من يتم استهدافهم مدنيا ليس لهم علم بما يدور في المنطقة ولا يتخلون عن هذه المسيرات. نحن لدينا كيفية التعامل معها، ومن الصعب أن يروا تواجد قواتنا المتمركزة في جميع الأراضي الأزوادية. دعنا نتذكر نعم السيد المولود أعذرني، ولكن دعني أتذكر معك ما جرى أمس، لأن الرواية ربما كانت تتحدث عن مقتل مدنيين فيما الجيش المالي وفي مقابل يقول إنه كان وجه ضربات للمقاتلين الأزواديين ويتهمكم بمحاولة الانفصال أو بالتعاون حتى مع نصرة الإسلام والمسلمين فرع القاعدة في منطقة الساحل. لنشرح ما حدث أمس. يعني ما حدث أمس هو يعني في ساعات الصباح الأولى تم قصف صيدلية في يعني سوق منطقة طنزواتن على أمتار من الحدود الجزائرية، وأظن أن القوات الجزائرية المتواجدة في تلك المنطقة تعرف اليوم من تم استهدافهم، هل هم مدنيين أم عسكريين للحركات الأزوادية. كما قلت، من تم استهدافه هي صيدلية في المنطقة ومنزل بجوار تلك الصيدلية، يعني تم قصفهم أولا وتم قتل 3 أشخاص من ضمنهم صاحب الصيدلية. وبعد القصف الأول يعني استمع بعض الساكنة في المنطقة وجيران المنطقة وأكثريتهم أطفال على ذلك المكان، ورجعت المسيرة القادمة من بوركينا فاسو لتقصف أيضا الجمع الذي كان حول هذا الحدث الأول، والضحية يعني كلهم حوالي 11 إلى 12 منهم أطفال وكلهم مدنيين يعني. وهذه ليست المرة الأولى، يعني منذ حوالي سنة تم قتلهم عن طريق المسيرات التركية التي هي في أيادي. هي مسيرات تركية الصنع. نعم، نحن نؤكد ذلك مع أنها قادمة من تركيا، ولكنها تستخدم من قبل الجيش المالي وفاغنر. نعم، تستعمل من طرف الجيش المالي وفاغنر وانقلابيين بوركينا فاسو ودول الساحل الذين قرروا يعني بشن بدء عملية تصفية عرقية للشعب الأزوادي، وهدفهم هو يعني تغيير ديموغرافي للمنطقة يعني، والأجل من كل هذا هو يعني سرق ثروات منطقة أزواد التي مليئة بالثروات. ولكن نحن نقول لهم ونقول يدعمهم إنه سيكون على جثث الأزواديين، لأن الأزواديين ليست روسيا أو مرتزق فاكر هم من قذوا هذه المنطقة، بالتالي من المستحيل أن يستفيد أحد من ثمرات أراضي الأزواديين. سيد محمد،
سيد محمد اعذرني، ولكن كثير من التطورات في هذه المنطقة المهمة في إقليم أزواج شمال مالي والذي كنا استعرضنا بعض تفاصيله، كنتم في الأيام الماضية أعلنتم أسر بعض مقاتلي فاغنر، واعتقد بأن قوات فاغنر ستتواصل معكم من أجل التباحث حول هذه المسألة. هل هناك أي جديد فيما يتعلق بالأسرى من فاغنر؟ قبل ما أجيب على السؤال نعم. أود تنبيه بسط على القضية الأزواجية كما أسردتم في المقدمة. قضية أزواج هي قضية قديمة تتجدد كل 5 أو 3 سنوات، نعم، يعني منذ منذ 58 استقلال قبل مالي حقيقة في 1960 ربما. أن منطقتنا خربت المستعمر الفرنسي، أن لا يضمنا إلى السودان الفرنسي آنذاك الذي كان يضم الحكومة الدولة المالية والسنغال، وبعد ذلك نعم انفصلت السنغال عن مالي، وهي تتكرر كل 5 سنوات إلى 10 سنوات. والسبب الذي تتكرر فيه قضية الأزواجية قضية شعبية، مطالب شعب ذو أبعاد سياسية، عندها بعد سياسي، ودائما يعني العالم يفشل في تقدير المشكلة ويحاول نعم معالجة التداعيات. احنا قضيتنا ليست بقضية جماعات مسلحة او ما، هي قضية شعب يطالب بحقه في الحرية، يطالب بتسيير شؤون تطالبون داخلية بالانفصال او بالاستقلال عن الحكومة المالية، يطالب ولكن بالانفصال نعم، كما ولكن طلبه اعذرني الوقت هنا المخصص 5 سنوات. للمقابلة انتهى حقيقة، لهذا اعود الى سؤالي سريعا فيما يتعلق بمصير مقاتلي فاغنر الأسرى لديكم. نعم، بعد عندنا بعض الأسرى من فاغنر تم أسرهم في معركة تنزواتن وموجودين عندنا، ونعاملهم بمعاملة حسنة كما أولا نعم، نحن مسلمين نتمثل ولكن لم يعني يتواصل معكم أحد، لم تتواصل معكم الجهات الروسية حول فاغنر أو حول مقاتلي فاغنر الأسرى؟ لا أحد يستطيع يعني كلام الخوض في ما يتعلق مصير هذا الأسر لأنه سابق لأوانه، نعم ونحن في حرب وما زالت في بدايتها، ولكن في اتصالات من عدة جهات حول مصير هذا نعم الأسر، إن مجرد اتصالات مبدئية، ونحن منفتحين للعالم كله يعني نعم حول كل شكرا ما. شكرا جزيلا. إذا كنت معنا محمد المولود رمضان الناطق الرسمي باسم الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواج، شكرا جزيلا.